القدس الإله الواحد أمين. النهاردة القراءة كانت من إنجيل القديس متى إصحاح 18. الموضوع بتاع كل الإصحاح بيتكلم عن اهتمام الكنيسة بعضها بعض، واهتمام كل عضو في الكنيسة بالعضو الآخر، الأخ بأخيه والأخت بأختها وكل أعضاء الكنيسة. كل إصحاح بيمشي بنفس النغمة ديت وبيتكلم في نفس الموضوع. السيد المسيح لو المجد مرة كان ماشي مع التلاميذ وبعدين تقدم شوية عنهم، انفصل عنهم مسافة بسيطة أو بعيدة، وبعدين بدأوا مع بعض يتحاوروا، وكان موضوع شغلهم خطير جدا، من هو الأعظم؟ مين الأعظم؟ والشيء العجيب بيتكلموا مين هو الأعظم في ملكوت السماوات، يعني مين الأول، مين الثاني، مين الثالث، ترتيبات بشرية. ربنا يسوع ما بيحبش أبدا الأمور دي، ما بيحبش إن الإنسان يفكر. ملكوت السماوات نفسه ما فيش فيه منافسة، يعني المنافسة هنا على الخير، على المحبة، على التواضع، على الإنسان ياخد المكانة الأخيرة. فالسيد المسيح قال لهم بدل ما تخنجوا مع بعض وتفكروا، لكن فكروا إزاي تعيشوا بالقداسة والنقاوة اللي أنا طلبها منكم. وجاب طفل صغير حطه في النص، قال لهم إن أردتم إنكم تدخلوا ملكوت السماوات، مش إنكم تاخدوا مكانة في ملكوت السماوات، من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن للجميع خادما. قال لهم طفل صغير زي كده له مكانة ببراءته، ببساطته، بطهارته، بقداسته. عايز يبقى لك مكانة، عيش في الطهارة. عايز يبقى لك مكانة، عيش في القداسة. إيه المشكلة في إن الواحد عايز يبقى الأول؟ ما أنت عايز تبقى الأول على حساب غيرك، عايز تبقى أحسن من فلان، وفي نفس اللحظة اللي أنت بتحاول فيها تبقى أحسن من فلان وفلان، الحقيقة أنك أنت بتنزل درجة وبتنزل درجات، لأنك أنت بتقارن نفسك بغيرك وبيقول فلان ده وحش وأنا حلو، هو عمل وأنا عملت، هو وحش وأنا حلو، هو نص نص بس أنا عظيم. فالإنسان بيسقط في خطايا كثيرة جدا. من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ من أراد أن يكون أولا فليكن للجميع خادما. وبعدين انتقل الفقرة اللي بعديها في نفس الإصحاح يتكلم مرة أخرى عن الأطفال. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغير، أيا كان صغير. لو واحد صغير في حياته الروحية ضعيف ساقط، لو واحد صغير في مكانته، لو واحد صغير في المجتمع، لو واحد صغير في السن طفل، لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. ممنوع أن احنا نحتقر إنسان. وانت بتحتقر اي انسان في نفس اللحظه دي انت بتقرر فيها انك انت احسن بشده واحسن بدرجات من الاخر دوت، وايضا ممكن تعثره وتخليه يفقد ابديته. انظروا لما ربنا يسوع يقول انظروا، ولما ربنا يسوع يكرر كلمه مثلا الحق الحق اقول لكم، في كلام كتير جدا لما ربنا يسوع يدينا لفت نظر ليه بيبقى المعنى بتاع واضح، خلي بالك انتبه، لأن أمر خطير أنا هتكلم عنه حاليا. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، انتبهوا. وبعدين يتكلم في نفس الباراجراف يقول إن كان واحد عنده 100 خروف والخروف واحد ده ضل، أما يترك 99 بارا الأبرار اللي هم الكويسين يعني الثابتين ويبحث عن الضل. لكن هو أنا بتكلم عن خروف، خروف يعني مش فاهم، تاه لأنه مش فاهم، تاه لأنه ما كانش عنده فكرة، غير لما واحد بمزاجه يتوه، يعني غير لما خروف بمزاجه يقول أنا رايح أتوه زي الابن الضال. الابن الضال أبوه ما راحش يدور عليه. طبعا الكنيسة بتدور على كل إنسان، بس الخروف يسمع. وبعدين انتقل في الفقرة اللي بعديها وقال إن أخطأ إليك أخوك ما تخسروش. مش مجرد انه اخطأ ليك، طمع فيك او اهانك او ايا كانت الخطيه، اذهب اليه وحدك في الاول وعاتبه.
بس هو اللي أخطأ مش أنت اللي أخطأت. لكن لو أنت أخطأت لازم تعتذر ولازم تقول أنا أخطأت في حق أخويا مرة واثنين حسب الخطية يعني. لكن لو أنت لو أخوك أخطأ إليك روح له، ما هو أخطأ لأنه ضعيف وأخطأ لأنه مش قادر، فاذهب إليه وعاتبه، ما نفعش خد معك شاهد، ما نفعش خد الكنيسة. وأكيد يعني بنسبة 99% هينصلح، لو لم ينصلح حاله يبقى أنت عملت كل اللي عليك. ونوصل لإنجيل النهاردة، العبد كان فيه عبد وعليه 10,000 وزنة، الوزنة دي كانت حوالي 45 كيلو، 10,000 45 كيلو مثلا فضة، رقم رهيب، واحد مديون دين كبير جدا جدا جدا، يعني ملايين ملايين، كويس؟ ملايين. وده رمز لكل واحد مننا، خطيتنا في حق ربنا كبيرة تساوي العشرة آلاف وزنة دي صراحة يعني. خطيتك أو خطية أخوك ضدك ما تسويش العشرة آلاف وزنة. تاني، المديون دوت أو العبد دوت كان عليه دين كبير جدا جدا، 10,000 وزنة معناها خطية ضد الإله الغير محدود، ماشي؟ وجي أخوك أخطأ إليك خطية، خطية أخوك ليك مش ممكن توازي خطيتك لربنا يعني. ولا يعني كان في ملك أراد أن يحاسب عبيده، وبعدين ابتدأ أول واحد جابوله طبعا أكبر دين، خطية الإنسان عامة، عليك كام؟ قال له علي 10,000 وزنة، زي ما قلت لك الوزنة حوالي 45 كيلو. وبعدين الحكم كان شديد، الله عادل زي ما هو رحيم، وفي عدل وقال خلاص يباع هو ومراته وولاده وكل اللي ليه لحد ما يوفي الدين. هيوفي منين؟ مش ممكن. ازاي يوفي واحد كل هذه الملايين؟ مستحيل. ازاي نوفي الخطيئة بتاعتنا لربنا ندفع ثمنها؟ برضو مستحيل. فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي، اديني فرصة اوفيك الجميع. بيحلم، مش ممكن يوفي الجميع ابدا. ازاي يوفي ده كله؟ زي ما واحد منكم يبقى عنده مثلا عليه ديون 10 مليون يورو وهو بيشتغل مثلا ب 1000 يورو في الشهر، هيجيب منين ال 10 مليون؟ مستحيل، مش ممكن يعني. فمجرد ان العبد قدم طلب وترجى سيده قال له خلاص مسامحك، سامحتك في كل الدين، سبت لك كل الدين دوت بدون مقابل على الصليب يعني. قال خلاص اوكي، شكر كتر خيرك ومشي. وهو في السكه لقى واحد تاني عبد مديون له ب 100 دينار، 100 دينار دي ما تسويش واحد على اي حاجه من الدين الكبير. 100 دينار انتوا ساعات تقارنوها 10,100، لا هي مش كده، دي 10,000 وزنه و100 دينار ولا حاجه، 100 عمله صغيره. فشاف الدين دوت وفي دماغه المنظر ان هو كان هيخش السجن ويعني كان هيتحبس ابديا. قال له خلاص تمهل عليا فاوفيك الجميع. وده التاني ده يقدر على فكره، التاني لانه انسان لانسان يقدر يعني. لو انسان غلط فيك انت ممكن تسامحه، ممكن هو كمان يوفيك الدين بتاعه لانه الدين انسان. اما الدين لربنا اللي هو 10,000 وزنه مش ممكن توفيه. فلما رأى العبيد يعني قالوا لا أنا مش أقبل أبدا الكلام دوت، أنت عليك 100 تدفعهم حالا يا إما تخش السجن، أرجوك حاول، ما نفعش. فهذا العبد القاسي اللي سيده سامحه بملايين أمر اللي عليه 100 دينار فقط، مبلغ بسيط اللي هو خطيتنا البعض يعني، رمز لخطيتنا البعض، إنه يلقى في السجن. وده ساعات بنعمله، الله يسامحك على خطيئة كبيرة جدا جدا تكون عملتها في حقه، ويجي أخوك أو أختك يغلط فيك في خطيئة صغيرة تقول لا يمكن أخذ حقي، هو أهاني، هو عمل، هو سوى، وتفضل مصر إنك تسلم أخيك إلى القاضي. طبعا فيه مراقبين بيشوفوا، العبيد رفقاء هذا العبد، ودول بيرمزوا للقديسين اللي في السماء، القديسين والملائكة، ما هم أيضا القديسين دول كانوا عبيد
ورفقاء هذا العبد شافوا اللي حصل وشافوا قسوة هذا الإنسان، اشتكوا للسيد لربنا، قال له شوف أنت سمحته على قد إيه، وهو مش عارف يسامح أخوه على شيء صغير جدا 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 بالمقارنة بكل اللي أنت غفرته ليه. فالسيد اللي هو رمز ربنا في نهاية الأيام في الأبدية يعني غضب جدا وأخذ هذا الإنسان القاسي وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان عليه. يعني الله بعد ما يغفر ينفع يرجع ويحاسبنا على خطيئتنا تانية؟ آه، لو إحنا ما غفرناش لبعضينا، لو إحنا ما سمحناش بعضينا، الله مش مستعد أبدا يستمر في غفرانه القديم ليك. صح خطايا الإنسان لما ربنا بيغفرها هو بيغفرها بلا ندامة، ما بيندمش، لكن إحنا ممكن نسترجعها بعدم توبتنا أو بقسوتنا ضد إخواتنا في الحياة على الأرض. يعني متى 18 إصحاح جميل بيتكلم عن عن أخوك في الإيمان اللي أنت بتحبه وهو بيحبك، بيكلمك عن القداسة، بيكلمك عن الغفران. يا رب نكون سامعين عاملين.